ميدانيا خيرسون تتحول إلى نقطة اصطدام بين القوات الأوكرانية ونظيرتها الروسية، فهذه المدينة الاستراتيجية باتت محور الصراع بين الجانبين. آخر المستجدات، إعلان الإدارة الموالية لروسيا في منطقة خيرسون تشكيل ميليشيا محلية من خلال دعوة جميع الرجال المتبقين في المدينة الانضمام إليها. وتعكس استعانة روسيا بالمتطوعين النقص الذي تعانيه على مستوى الجنود، وهو ما كانت تحدثت عنه صحيفة واشنطن بوست حين قالت قبل أيام أن موسكو تعاني نقص الجنود والمعدات والإمدادات. وكانت موسكو قبل ذلك قد قامت باستدعاء عشرات الآلاف من الرجال بعد إعلان بوتين أول تعبئة عسكرية جماعية لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية، في مؤشر عن النقص الذي تعاني القوات الروسية منه على مستوى الأفراد. وتحاول روسيا ترميم صفوفها في خيرسون في الوقت الذي تضغط فيه كييف لاستعادة السيطرة على المنطقة قبل حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، ما من شأنه أن يبطئ ويعرقل حركة القوافل العسكرية. وهناك العديد من المؤشرات التي تنذر بمعركة ضارية هناك في خيرسون، سيما توجيه روسيا لأوامرها بإجلاء المدنيين ودعوتهم إلى مغادرة المنطقة التي أعلنت ضمها الشهر الماضي في استفتاءات قابلها رفض واسع في المعسكر الغربي. وفضلا عن ذلك، فإن الجانب الأوكراني بدوره توقع تشبث روسيا بخيرسون، فقد استبعدت سلطات الاستخبارات العسكرية الأوكرانية انسحاب القوات الروسية، حيث قال رئيس جهاز المخابرات كيريلو بودانوف في كييف إن الجيش الروسي يستعد للدفاع عن المدينة. وحتى في حال الانسحاب من خيرسون، فإن القوات الروسية قد تعمد إلى الإضرار بالمنطقة، وهو ما تحدثت عنه صحيفة الجارديان التي أكدت أن قبضة روسيا على مدينة خيرسون آخذة في التراجع، احتمال قيام القوات الروسية بتفجير سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في بلدة نوفا كاخوفكا وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.